خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامجكم مع الحدث. ولعل الحدث الأبرز هو كأس إفريقيا للأمم 2015. هذا الحدث كان من المقرر أن ينظمه المغرب في الفترة ما بين 17 من يناير إلى غاية 8 من فبراير. هذه النهائيات كانت مقررة بالمملكة المغربية. المغرب طالب بتأجيلها بسبب تفشي وباء الإيبولا واقترح موعدين لتنظيمها، يونيو 2015 أو يناير 2016. لكن الكاف وبعد اجتماعات مع المسؤولين المغاربة تشبتت بتاريخ التنظيم المحدد مسبقا، واتخذت اللجنة التنفيذية يوم الثلاثاء الماضي قرارا يقضي بسحب التنظيم من المغرب وإقصاء المنتخب الوطني من المشاركة في هذه النسخة 30، مع التنصيص في بلاغ الكاف على أن هناك عقوبات أخرى تنتظر الجانب المغربي. لتسليط الضوء على هذا الملف يسرني مشاهدينا أن أرحب هنا باسمكم بضيوف هذا العدد، وبداية بالسيد حميد فريدي مستشار وزير الشباب والرياضة. أهلا بك سي حميد. أهلا بك. كذلك أرحب بجواد أمين صيدلي ورئيس لجنة الاحتراف سابقا بفريق الرجاء البيضاوي. مرحبا بك سي جواد. أهلا بك. كذلك معنا الزميل والصحفي والباحث في علوم الرياضة السيد بلعيد بوميد. أهلا بك سي بلعيد. أهلا. إضافة للسيد عزيز داودة متخصص في ألعاب القوى والرياضة. أهلا بك سي داودة. دون أن ننسى كذلك يحضر معنا اللاعب الدولي السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين سي مصطفى الحداوي. أهلا بك سي مصطفى. مساء الخير. إذن بداية تعليق موجز حول القرار الأخير للكاف بسحب التنظيم من المغرب وإقصاء المنتخب الوطني. تفضلوا. تفضل سي فريدي. كراءة ديال وزارة الشباب والرياضة بخصوص هذا القرار. احنا تلقينا هذا القرار وكنا كنتظروا الجواب ديال الكاف في هذا الموضوع. احنا كنتمعنوا في هذا الجواب وكنتظروا التطورات المقبلة ديال هذا الملف، لان الموقف ديالنا كان موقف واضح. المغرب لم يطالب يوما بإلغاء التنظيم ولم يتخلى عن التنظيم. المغرب لا زال كدولة متشبت بتنظيم لاكان في المغرب، ولكن احنا كذلك متمسكين بواحد الشيء اللي بديهي واللي كنظن كل المعطيات اليوم كتزكي الطرح المغربي، وهو طلب تأجيل ريتما هذا الوباء إيبولا نعرفه فين غادي في القارة الإفريقية ككل، ونعرفه فين شنو غادي شنو التطورات ديالو جديدة. نعم. في ظرف جد صعب وفي ظرف اللي العدد من الدول أجلوا أو تخلوا على التنظيم، لم يتخلى على التنظيم تظاهرات رياضية ثقافية سياسية، مع أخذ بعين الاعتبار المتطلبات والإنذار ديال منظمة الصحة العالمية. المغرب لم يتخلى على التنظيم وظل متشبتا بتنظيم النسخة المقبلة من لاكان، ولكن طلبنا كدولة مسؤولة عن مصير وعن الصحة ديال المواطنين ديالها وديال الزوار ديالها وديال واحد العدد من الناس اللي كيجيو للمغرب من دول العالم كله يوميا، طلبنا تأجيل ريتما نعرفوا الأمور كيفاش كتسير. نعم سي دادو، انت متتبع للشأن الرياضي المحلي وكذلك العالمي، واش ما كتظنش بأن القرار الأخير ديال الكاف يعني لم يحمل أي جديد، وبأن هذا كان منتظر وطبيعي جدا بعد تشبث المغرب وتمسكه بالتاريخ وبتأجيل هذه التظاهرة؟ هو المفاجئ في الواقع هو الرد الاول ديال الكاف، لان الكاف في الواقع في خلال هذه الفتره هذه الحقبه ديال تقريبا اسبوعين ما تغيرش الموقف ديالها. نعم. حيث انه مباشره بعد توصلها بالرساله اللي بعثت بها وزاره الشباب والرياضه المغربيه اللي طالب تاجيل الدوره، في 24 ساعه الكاف صدرت بلاغ اللي اولا تتقول على انها معمرها ما اجلت وما غادي تاجلش، حيث انه الموقف ديالها من الاول كان واضح. ثانيا تتقول على انه تطلب من بعض الدول اللي بغات ترشح باش ترشح تنظم الدوره عوض المغرب. في الواقع تما تيبان على انه لاكاف ما خداتش الوقت الكافي باش تدرس الوضع، لانه الوضعيه بسيطه وسهله. هناك تظاهره كانت غتكون في واحد الدوله اللي تتشهد لها لاكاف على انها كانت مستعده تمام الاستعداد، بحيث انه اللجان ديال لاكاف اللي كانت تزور المغرب في كل حقبه كنا تسمعوا التصاريح ديالهم. نعم. كانوا مطمئنين على سير الامور وكيفاش الامور كانت المغرب كانت يتحضر. المغرب شاف
وبناء على على واحد على واحد الدوريه ديال ديال المنظمه العالميه للصحه اللي في الواقع ما تحملتش المسؤوليه مباشره تقول للدول الغيو التظاهرات والتجمعات البشريه، بل خلات لكل دوله الحق باش تشوف يعني الحاله ديالها وبالخصوصيه ديالها وتاخذ القرار المناسب لها. المغرب تيبني الموقف ديالو على هاد 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 الدوريه ديال 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 منظمه العالم الصحيه اللي تقول لك يا ودي الا شفتوا على ان هناك خطر ممكن انكم ديروا ديروا ديروا. المغرب خدها من هذا الباب هذا. ولكن اللي مؤسف هو انه نشوفوا ان لاكاف هاد 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 المنحه كلها بغات تتنسى، بحيث انه اخر التصريحات وكذا ما تتكلم الا على الجانب المادي، بحال حنايا كنا عضو في واحد واحد الجمعيه ديال ديال لي فينونسي. حنا في جمعيه رياضيه، وهذه الجمعيه الرياضيه عندها علاقه بالبشر، ما عندهاش علاقه براس المال. راس المال يمكن تيجي من بعد، هو واحد الطرف مهم في التنظيم في كذا كذا، ولكن راس المال البشري اللي اهم من راس المال المادي. اهم من راس المادي، ولكن يعني التصريحات كلها الاخيره ديال المسؤولين ديال لاكاف تتصب فقط في خانه واحده، لو بريجوديس فينونسي لو بريجوديس فينونسي لو بريجوديس فينونسي. وحقيقه انا كرياضي بسيط متواضع هذا الشيء تيأسفني صراحه. تيأسفني ان منظمه من هذا الحجم هذا اللي كنا تنشوفوا فيها واحد المنظمه انسانيه، لان المنظمات الرياضيه هي منظمات انسانيه قبل كل شيء، انها تنزل لهذا المستوى المادي المحض حقيقه شيء يؤسف له. نعم سي بلعيد، انت اللي كتهتم بالتواصل وكنعرفوا عليك هذا الشهاده بشكل كبير، واش ما كتشوفش بان على المستوى الشكلي ربما القرار ديال الكاف كيلعب على بعض الكلمات بحيث انه تيحت اكثر على كلمه الرفض في عوض التأجيل طلب التأجيل، وبالتالي فهنا بحال كاين واحد ما خدوش بعين الاعتبار طلب ديال المغرب كيف ما خصو يتخاد. انا تنظن هذه اشكاليه شويه صعيبه بزاف، لاننا امام سابقه ولحسن حظنا بالنسبه للتاريخ، بالنسبه للناس اللي كيهتموا بالبحث بالقانون بالتاريخ ديال الكره بالكونفدراليه الافريقيه بالتظاهرات الرياضيه وخصوصا كأس إفريقيا الأمم، هذه سابقة فتضعنا أمام ماذا؟ أمام جوج الحوايج، إما نأخذ موقف ولا نحاولوا نفهموا. نعم. إذا بغينا نحاولوا نفهموا فكاين طرفين، ما كاينش طرف واحد، كاين طرفين. كاين الطرف الأول هو الكاف المنظم لهذه التظاهرة والمالك لهذه التظاهرة، أنا رجعت هذه ديال بأن المغرب ليس مالكا لكأس إفريقيا للأمم، بمعنى أن نرى الكلمات والمصطلحات الى اخره بدينا نلعبوا عليهم. خرجت اشياء ما كانتش مستهلكه في الساحه، منها القوى القاهره مثلا، هذا مفهوم اللي كاين في القانون الدولي واللي خدموا فيه الناس الى اخره منسدين، واشتغلنا حول الرياضه وكره القدم على وجه الخصوص، وكان كره القدم لا علاقه لها مثلا بالقانون الدولي. الان احنا مرغمين نعترف بان خص واحد الثقافه قانونيه تتعلق بالقانون الداخلي الرياضي وتتعلق كذلك بالقانون الدولي الرياضي اللي هو موجود واللي ربما تنقصوا فيه في ميدان التخصص، ماشي غير كمغاربه ربما حتى افارقه، رغم ان الكونفدراليه الافريقيه لما تتحدث عليها راه كتحدث على واحد اللجنه مكونه من شخصيات مرموقه في هذا الميدان، في ميدان القانون الرياضي. اتونسيون راه كاين واحد خيخات تما ملي تيكسبوا تيعرفوا واش تيديروا. الان حنا دابا ايبولا فورس ماجور، شنو غتقول؟ غتدخل في الادبيات، غتدخل في مواقف اللي فيها اخلاقيات اكثر منها من واقع. الناس اللي عندهم درايه بالخطوره ديال ايبولا واخا ما يكونش متخصص غادي يقول لك ديها هذا، قالوها الناس، قالوها شخصيات كبرى من بلاتينيين مرورا بصحفيين ومسيرين و قالوا بان هذا لقنا الغيماس وقلنا ايبولا الكره كتولي ثانويه شيئا ما. نعم. دابا العكس دابا انا كنتسائل تقول واش الكاف عندها حجج دامغه بالنسبه لكون ان المغرب يمكن ان ينظم في هذه الحاله من يتحمل المسؤوليه، ام ان المغرب ما عندوش هو حجاج وباغي يدير منها واحد الحمله سياسيه لاسباب اخرى؟ هذه تساؤلات، لان دابا كتسمع من بين الاسئله اللي كتطرح كاين كذلك هذا المعطى. هذا الشيء خصنا نديرو المشاهد الكريم في هذه الارضيه في هذا الواقع، ومن بعد ننطلقوا نشوفوا اعلاميا شنو كاين في الساحه، لان واحد يقدر مثلا جالس معك يقول لك هذا هو الموقف ديالو. تعرف الناس فوتبول سي اون باسيون، الذاتيات اكثر من الواقع لسوء الحظ او لحسن الحظ او الله اعلم. يعني كتغلب الذاتيه على الموضوعيه. في هذا الاطار سنقول بان
غياب تخصص، غياب تخصص. وانا اتمنى ان غدا لما نبداو القضيه في اطار القانون، لان القضيه ديال التنظيم وعدم التنظيم تجاوزناها، ما بقاش مطروحه بالنسبه لنا حنا. المغرب صافي خرج السوق، دابا المغرب غادي يشوف راسو اش كيتسناه، اش غادي يتسنانا في هذه العقوبات اللي جايه. نعم. وكيف ومع من ولماذا؟ اكيد هذا هو السؤال. يمكن ما ندوي على الكاف، ما ندوي على الكاف، لان بزاف الحوايج كتقال الى اخره. ندوي على الكاف، شنو هي مصالح الكاف في التاجيل او عدم التاجيل، في تغييب المغرب او عدم تغييب المغرب؟ هذه اشكاليتها هي. نعم. اللي كتطلب مرجعيه معينه على الاقل، حتى نتمكن من توضيح بعض المسائل وما ندخلوش في هذيك هذيك لا كونفونتاسيون، هذاك الصراعات والمواجهات مباشر. نعم. مع الكونفدراليه الافريقيه. نعم. غادي نتابعوا واحد تقرير من اعداد الزميل عبد المجيد بالكابوس اللي كيعود بنا لكرونولوجيا تطورات هذا الملف. منذ نيله شرف تنظيم كأس إفريقيا للأمم، والمغرب جند كل الآليات كي يكون في الموعد، جهز بنية تحتية من الطراز العالي، ووفر كل الظروف كي تكون الدورة 30 لكأس أمم إفريقيا في أرقى المستويات. استمر الإعداد بأريحية كبيرة إلى أن أخذت الأخبار تتقاطر من العمق الإفريقي تفيد أن هناك مرض فتاك يقتل الإنسان دون هوادة اسمه فيروس إيبولا. هنا توقف المغرب ماليا ودرس الملف بشكل مستفيض، فكانت صحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار. وفي يوم الجمعة 10 من شهر أكتوبر المنصرم، ستقطع وزارة الشباب والرياضة الشك باليقين، وتتقدم باسم الحكومة المغربية إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بطلب تأجيل تنظيم كأس إفريقيا للأمم التي كان مقررا إجراؤها بالمغرب في الفترة المتراوحة ما بين 17 يناير والثامن فبراير من السنة المقبلة. بلاغ الوزارة أوضح أن طلب التأجيل يأتي بناء على قرار وزارة الصحة المغربية الذي يؤكد على ضرورة تفادي التجمعات التي يشارك فيها وافدون من الدول التي ينتشر فيها مرض إيبولا. بطبيعة الحال طلب التأجيل قبل بالرفض من طرف الكاف، الذي قال في الحين أنه سيرسل وفدا إلى الرباط برئاسة عيسى حياته لمناقشة الأمر. وجاء الموعد وهو يوم الثالث من شهر نوفمبر الجاري، حضر عيسى حياته وكان الاجتماع والنقاش وخرج القرار. الكاف يرفض طلب تأجيل النسخة 30 من منافسات كأس أمم إفريقيا إلى وقت لاحق، وأمهل المغرب 5 أيام للرد عليه بشكل نهائي. مرت 5 أيام وخرج القرار الرسمي يوم السبت 8 نوفمبر الجاري، والذي كان واضحا وصريحا، أكد فيه المغرب تشبته بقرار الإبقاء على طلبه تأجيل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم من سنة 15 و2000 إلى 16 و2000. وأفاد بلاغ لوزارة الشباب والرياضة أن هذا القرار أملته دواعي صحية ذات خطورة قصوى ترتبط بالمخاطر الجدية لانتشار وباء إيبولا القاتل. القرار المغربي واضح ويعتمد على دوافع موضوعية تراعي الجانب الصحي بالدرجة الأولى، وبالتالي فالموقف المغربي يقويه وجود حالة القوى القاهرة التي تقتضي التأجيل كما هو منصوص عليه في قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. غير أن هذا الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، وذهب يقرر العقوبات بالمقاس الذي يريد. الكاف يسحب تنظيم البطولة من المغرب ويعتبر المنتخب المغربي مقصياً، رغم أن هذا المعطى هو نتيجة تلقائية لقرار سحب البطولة، في انتظار الآتي من القرارات والعقوبات. نعم. إذن من خلال هذا التقرير كيبان بأن كتخرج واحد الكلمة ديال القوة القاهرة، وهنا ربما خصنا نعرفوا شنو هي هذه القوة القاهرة اللي تحدث عليها السي بلعيد بوميد. واش القوة القاهرة كتنطبق على وباء إيبولا؟ وشنو هي النصوص ديال الكاف؟ شنو كتقول بخصوص هذا الموضوع؟ إذن فالقوة القاهرة وفي هذه الحالة بالذات، فكنظن بأنه هذا المغرب يعيش في هذا كأس إفريقيا بالفعل قوة قاهرة، بحيث هذا الوباء وباء إيبولا هو وباء قاتل، وقد أثبته المنظمة العالمية للصحة في غشت 2014 أثبت حالة طوارئ عالمية صحية على المستوى العالمي. كذلك المنظمة العالمية للصحة أعطت واحد الإحصائيات اللي هي مهولة، بحيث قالت في نوفمبر غادي توصلوا 20,000 حالة، وحنا الآن في 12-14,000 حالة و 5,000 حالة وفاة. تكلمات كذلك على شهر ديسمبر غادي تكون 15-10,000 حالة في الأسبوع. كذلك
كذلك الويماس كذلك بالنسبة للتجمعات كما قال السي عزيز داودة ما كتمنعش تجمعات فعلا ولكن تقول بالتعامل معها كل حالة على حدة. إذن شكون اللي غادي يتعامل مع هذه الحالات؟ اللي غيتعامل مع هذه الحالات هما وزارة الصحة اللي عندها واحد اللجنة وطنية اللي دارت واحد التوصيات من خلالها ارتأت أنه وباء إيبولا يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على صحة المغاربة أو على صحة الإفارقة اللي يمكنهم يكونوا في هذيك الفترة، بحيث أنه للتذكير فهذا الوباء مي كيكون في فترة الحضانة سكون أبل لا بيريود دانكوباسيون، فهو صاحب الوباء لا يظهر أي أعراض وبذلك يمكن له يدخل البلاد وفي البلاد يمكن له ديك الساعة غادي تفوت لا بيريود دانكوباسيون فترة الحضارة ويولي كونتامينون ويولي يمكن له يعادي الإخوان المغاربة والأفارقة وديك الساعة يمكن لها توقع الكارثة. يقولوا لنا واش كاين شي خبير عالمي كما كاين النوع ديالو يفسر لنا كيفاش يمكن تعرف على مريض فترة حضانة وتعرف عليه من يكون داخل في لي فرونتيير سي براتيكومون امبوسيبل. نعم. دونك هذه علاش الان هي احنا امام قوة قاهرة والملف المغربي فهو ملف قوي، بحيث انه اولا ايبولا هو عامل خارجي، احنا ما اخترعناش ايبولا. ايبولا في 1976 عنده قصة في الزير سابقا كونغو الديمقراطية، خدا الاسم ديالو من واحد النهر في الزير سميتو ايبولا ودار حالات وفاة وبعد ذلك انقراض وعاود بقى كيرجع مع تل دابا اللي انتشر بهذه الطريقة هذه. ثانيا لما المغرب في 2011 حظى بشرف كأس إفريقيا والمغرب كله كان مستعد وفرح لتنظيم هذه التظاهرة اللي كان اعتزوا بها كاملين وكنت تفرح جميع المغاربة، ما كانش هاد إيبولا. إيبولا نيكزيست با، المعطيات تغيرت اليوم ما كانش. ثالثا الخبراء ما كاينش شي خبير يمكن لك يقول لك بأنه الخطر صفر، ما كاينش، ما يمكنش. إذن حنا كذلك عندنا الحق باش ناخذوا الاحتياطات اللازمه لانه صحه المغاربه وصحه الافارقه عندنا مهمه، وكذلك المغرب كيعيش بالسياحه، الرياح غريب، المغرب عنده اون ايماج، الا كانوا هما كذلك يتكلموا كما قال السي عزيز داودة على المسائل الماديه فاحنا كنتكلموا على المسائل الصحيه بالدرجه الاولى، وكذلك كنتكلموا على المسائل اللي كتخص المغرب بالدرجه الثانيه. نعم. اذا هنا حنا قدام حاله قوة قاهرة، المغرب طلب التأجيل نظرا لحالة قوة قاهرة، والقرار اللي خرج فهو كيبين بين الكاف غادا باش تطبق البوند رقم 90، ولكن المغرب كيقول بما انه هناك حالة تهجير قوة قاهرة فيجب تطبيق البوند 114 لانه هذه الحالة اللي هو كيقول لي كانون بريفو دون لي كانون بريفو او بريزون ريغلومون سيرون ترانشي بار لا كوميسيون دورغانيزاسيون فوالا لانه سي ان كانون بريفو، بحيث انه المغرب ولكن ما كنفهموش شي حاجه كثيره من هذا الارتيكل. لا لا نفسر لانه هذا تري فاغ. لا لا باين لا باين لا التطبيق ديالها كيفاش التطبيق ديالها هو اللي في هنا فين كاين السؤال. نو سي با فاغ سي با فاغ. المغرب تقصى من كاس افريقيا، علاش تقصى من كاس افريقيا؟ لوجود حاله تاجيل، كنطلبوا التاجيل لقوه قاهره وكذلك السياده مفهوم السياده. دونك هنا خصهم يجيو يطبقوا الفصل 114 سيتي با بريفو دون لي ريغلومون، دونك خصهم يطبقوا الفصل 114 يتاخذوا قرار اخر، ماشي يقول لك لحقاش المغرب تلقائيا متاهل لهذا الكاس الافريقيه سيتم اقصائه. متفقين؟ دابا جواد كاين المغرب استعمل واحد جوج مصطلحات هذه ديال القوه القاهره والسياده، هذا كنقول لك دابا دخلنا في اطار قانون ما تيقول لك تيبين لك اش باغي فين باغي يمشي، فهمتي؟ دابا ملي كتجيب لي النصوص وتقول لي البنود الى اخره راه كل غيدافع على راسه كل شوف الطريقه اللي غادي. نعم. الا وصلنا
هذه القضيه ديال سميتو عند فريبان الحساب كما تنقولوا فهمتي. غادي يجي وقتها. السؤال اللي كيطرح ربما سي بعيد هو ان لاكاف ما كتعترفش نهائيا بهذه القوه القاهره، يعني هذا التعليل اللي عطاه المغرب ما معترفاش به نهائيا. جوج الحوايج، ما كتعترفش بالتاجيل، ما كقابلش التاجيل. علاش ما كتقابلش التاجيل؟ لان كما قال ما قابلش التاجيل، كما قال بالعيد قبيله الكاف كتقول بان هي مالكه كاس افريقيا، اذا ما عندها حتى شي واحد الحق يحجل. هي الا بغات تاجل تاجل، وهذا الشيء مذكور في اللوائح ديالها ان كتعطي لنفسها الحق تاجل، واللي ما كتعطيش الحق للمنظم انه يطلب التاجيل. علاش ما عندوش الحق ياجل؟ لان الكاف كتعتبر نفسها كتعطي المغرب كاس افريقيا، التنظيم لكاس افريقيا بصفه مبدئيه، سان اكور دو برينسيبس دو برينسيبس بصفه مبدئيه حتى يطبق جميع المقتضيات لدفتر التحملات اللي توقع عليه في افريل 2014 ما بين الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم واتحاد افريقيا. غادي نمشيو نتعرفوا على الشق الرياضي الصرف. سي مصطفى، بعد هذا القرار ديال سحب التنظيم واقصاء المنتخب الوطني المغربي، الان لاعبي المنتخب الوطني هما في معسكر تدريبي بمدينه اكادير، كيفاش كتشوف الاثار ديال هذا القرار على نفسيه اللاعبين؟ ويكون اثار سلبي جدا، لان خاصه للمدرب للطاقم التقني للاعبين للجمهور، وشفنا بان المباريات كلهم استعداديه بدات يتطور فيها المستوى ديال المنتخب المغربي. كان واحد الامل كبير بان المغرب غادي ينظم، لان ما نساوش واحد القضيه بان المغرب اللي مشى ووضع ملف وضع الملف ديالو، ما كانش مجبر، هو باغي يدير هاد كاس افريقيا، بنى ملاعب في المستوى العالي من ضمنهم اخيرا هو ديال اكادير. هذه اشياء ماديا تنظيميا المغرب واجد بما فيه الكفايه. قبل ما يخرج هذا القرار ديال اللي تجمعوا فيه في القاهرة باش يقولوا بأن المغرب قررت الكاف بأن غادي ما يشارك في كأس إفريقيا وما غاديش ينظم، الليلة ديال هذا قبل من الاجتماع كان تصريح في قناة التلفازية ديال عيسى حياته اللي تيقول بأن ما حنا ما عمرنا أجلنا من 57 كأس إفريقيا، حنا عندنا التزامات مع المستشارين معنا مع الناس اللي تيعملوا معنا، فاحنا ما غاديش نغيروا ولا ناجلوا الميعاد ديال هذا. كاين فرق محترفه ما تبغيش تخلي لاعبين يجي ولا غيرنا، كاين اشياء اللي ما غاديش نخرجوا من النطاق ديالها، وان نبقاو في يعني كيتمسكوا بالمواعيد المحدده. رغم ان كما قال جواد ولا سي بلعيد ولا عزيز داوده، هو ان هذه القوه القاهره راه بحال زلزال، بحال الفيضانات، بحال الاشياء، بحال الحرب. فهذا الفيروس هذا صعب جدا وما تيخسر زعما الصحه المغاربه، ولكن حتى الجمهور ملي غادي يجي واحد العدد واحد الكميه كبيره ديال الجمهور فهو تيتسرب واحد الكيفيه سريعه جدا. فهذه اشياء اللي تخلينا نتخوفوا كثير على الصحه، لان هذا قرار ديال الدوله ديالنا، وحنا كسيتويا تنمشيو مع الاتجاه. اما 15 يوم 20 يوم ديال الفرح كثير، وهذا ملي غادي يمشي غيكون مشاكل. بالنسبه لنا حنايا اللي تنتمناه هو ان كما قال جواد، هو ان قوه القاهره تنطبق عليها بان ما تكونش واحد لا سانكسيون من بعد ديال عامين ولا ثلاث سنين، ولا ما تشاركش في الاقصائيات اللي غادي يجيو مشير هذه، ولا الفرق ديالنا ما تشاركش في الاقصائيات بحال دابا الفرق لا الرجاء لا تطوان، هذو اللي غادي يلعبوا كاس افريقيا والتشامبيونز ليغ العام اللي جاي. فهذه اشياء تخوفوا المنتخبات ديالنا كلهم، لان غادي تكون واحد المستوى غادي يطيح. احنا ما شاركناش وما تقارعناش مع الفرق الافريقيه ديالنا، وما مشيناش وتاهلنا باش نلعبوا كاس العالم لا ولا الالعاب الاولمبيه وداك الشيء، فالمستوى ديالنا غادي ينهار بزاف. يعني حتى بعض اللاعبين الدوليين اذا سمحتي اللي لاعبين مع المنتخبات ديالهم في هذه التظاهره الافريقيه، يعني حتى الراي ديالهم هو منقسم ما بين اللاعبين اللي بغاو يجيو لهذه التظاهره ولاعبين اللي كيتخوفوا من هذا المرض، ومنهم الحارس ديال ليل انيما حتى هو اللي صرح وقال بان ربما كيتخوف باش يجي المغرب الا كانت فعلا هذا الوباء منتشر. وفعلا حتى الفرق ديالهم راه ما غادي ترفض باش تخليهم يجيو الا تغيرت، ماشي تغير التاريخ، ولكن في هذا الوقت هذا اللي راه اليوم عاود راه شفنا في المالي كاين واحد لوكال اللي داز واحد الوفاه، فكما قال جواد ما كاينش واحد يقول لك راه زعما لي ريسك زيرو راه كاين. نعم. فما تعرفش كيفاش هذا الشيء غادي ينتشر، واللاعبين مرتاحين مع الفرق ديالهم غادي يمنعوهم باش يجيو، لان يقدروا يجيو هو يديروا ينشروا هذاك الوباء اون سي جامي سي غوفيان كونتاميني بهذه الاشياء هذه. ف
صعب جدا، رغم ان كنا تنتمناو بانه، ولكن الصحه وكذلك الامان ديال البلاد ديالنا، حنا غينا على عرس كروي اللي غادي يخلي ماساه من وراه. نعم سي فريدي، القرار ديال الكاف تكلم على ان المغرب اخل بالالتزامات اللي كاينه في العقد الاطار، واش فعلا يعني المغرب خلى بشي بند اللي كاين في هذا العقد الاطار وربما المغاربه ما عارفينوش؟ كنظن ان الكبير والصغير في المغرب وخارج المغرب كيعرف ان المغرب ملي كيلتزم كدوله وكحكومه، ملي كيلتزم بشي مع شي مؤسسه دوليه ولا مع بتنظيم تظاهره كيكون في الموعد. خير دليل هو ان كما قال السي داوده راه الاتحاد الافريقي بنفسه نوه بان المغرب موجود قبل الوقت، ومثلا كنتذكر واقيلا العباره ديال الوفد اللي كان حضر اللي قال لك ان الا كانت غدا غتنظم المغرب مستعد. ثاني حاجه بغيت نقولها هو ان كاس العالم للانديه اللي داز مؤخرا بالمغرب واللي كنستعدوا ليه كذلك دات في ظروف جيده اللي عطات واحد اللون اخر واحد دفعه جديده لهذا الكاس بحد ذاتها. انا بغيت نرجع احنا مقتنعين بزاف بالملف المغربي وبموقف المغربي، وكنظن في هذا الشارع المغربي ما خطاش، لان تخرج الشارع تكلم مع اي مواطن مقتنعين الناس بان الموقف المغربي محترم ومقنع والناس مرتاحه لان ما تراجعناش على القرار الاول اللي هو طلب التاجيل. الان المغرب على اتم الاستعداد لاحتضان كاس افريقيا الامم 2015. مي كنبغي نشير واحد هذا انه الا عطيتك غير اللائحه وقت البرنامج ما كيسمحش. نعم. انا نعطيك اللائحه ديال كل التظاهرات الرياضيه اللي كانت غادي تكون في افريقيا واللي تلغات او تاجلات. مثال سي فريد، اخر مثال نعطيك هو كل المباريات الافريقيه اللي كتعلق بكره اليد، الاتحاد الافريقي ديال كره اليد طالب بتاجيل كل المباريات وكل لقاءات. هذا الاتحاد الافريقي يعني جمد جميع الانشطه ديالو لغايه ما لقاو حل لهذا الايبولا، لغايه ما نعرفوا فين المسار ديال هذا الوباء. كنتكلموا على وباء، ما بقيناش كنتكلموا على فيروس ولا كنظن ان الشخص اللي اكتشف ايبولا في السبعينات قال لهم ان ايبولا خرجت من منطقه ديال فيروس عادي ودخلت منطقه ديال كارثه انسانيه، لان ملي كتوصل ل 5000 الكاتاستروف هيومانيتير، ملي كتوصل انك 5000 وفاه راه ماشي كارثه. نزيدوا ان نعطيك مثلا في جميع الرياضات، سباق الدراجات ديال بوركينا فاسو والغيا، الاتحاد الافريقي لكره القدم ولكن العسكري، الاتحاد الافريقي العسكري لكره القدم، الكاس الافريقي تلغات. يعني سي فريد، واش هاد الامثله اللي كتذكر دابا يعني ذكرتوها للمسؤولين ديال الاتحاد الافريقي؟ هما ادرى بالناس بانه كاين هاد الامثله كلها. غنعطيك واحد ثلاثه ولا اربعه امثله اخرين اللي كنعطيك امثله مختلفه، راه واخا كيبان لك متشابه مختلفه، لان بعض المرات الاتحاد الافريقي ديال كره اليد كيلغي تظاهرات، بعض المرات كتجي من المنظمين ديال ان الفريق الامريكي للباسكت ديال كره السله اللي كان غادي يجي للسنغال واحد المعسكر الغى كذلك نفس السنغال. السنغال بلد غير معني لحد الان بايبولا. الدول اللي غير افريقيه اللي لغات التظاهرات ديالها، مثلا دوله الامارات العربيه اللي الاتحاد الدولي ديال الركبي الغى تظاهره دوليه اللي كانت غتكون في دوله الامارات فقط لتجنب اي تجمع اللي غادي نتشجع عليه، لان شنو المخاوف الاولى؟ كاين المخاوف الانسانيه والبشريه، كاين الصحه العموميه، لكن كذلك انك انت نظمتي كاس افريقيا، انت استقبلتي الامم الافريقيه كلها وانت درتي جميع الجهود باش تقلل من المخاطر، وظهرت لك حاله ايبولا وحده فهذيك الالاف ديال الزوار اللي جاوا على قبل كاس افريقيا، حاله وحده، واش ما غاديش تحول الحفله مأتم؟ اكيد. واش ما غاديش تحول السيكوز حتى هو كيلعب دور يعني في السيكوز اوجوردي؟ المغرب بدا كيخلص من الان تبعات ديال غير هذا الحوار حول ايبولا. انا كنجمع ان ديجا في مراكش كاين التجمع اللي كان غادي يكون كبير ديال شركات هذا التجاري حر ديال بعيد على كره القدم، بعيد على كره القدم، بعيد على اي شيء، وتلغى
فقط لان الناس اللي هذا ما بغاوش هذا الليفي هذا وش البلاد اخرى. ملي كنشوفوا جميع هذا كنقولوا الموقف المغربي اللي كيدافع عليه واش حاله ديال الكاد فورس ماجور ولا لا، ماشي فقط النصوص، ماشي فقط الموقف ديال لاكاف. الاتحاد الافريقي هو محاور ديالنا، ولحد الان المغرب مازال كيذكر الاتحاد الافريقي اننا على المستوى التقني والرياضي والتجهيزات مستعدين، ولكن الواقع هو اللي كيذكر المغرب وكيذكر المجتمع الدولي انه في تنظيم تظاهره بهذا الحجم اللي هي من بين اكبر التظاهرات الرياضيه الدوليه كاين مجازفه. نعم. وان المغرب كيقول هذه المجازفه ما عندنا ما نديروا بها. الا سمحتي سي فريدي دائما في نفس السياق غادي نمشيو نشوفوا الجواب ديال السيد وزير الشباب والرياضه يوم امس في جلسه الاسئله الشفويه بمجلس المستشارين. احنا اولا ما رفضناش، احنا شعارنا واضح، متشبتون بالتنظيم متمسكون بالتاجيل، لان كاينه واحد القوه قاهره. انا اليوم قانونيا يعني حتى فوقها القانون هما كيتحدثوا على القوه القاهره او ما يعرف بالفرنسيه ان كاد دو فورس ماجور. العالم اليوم يعني عاجز امام واحد 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 الوباء اللي متفشي في العالم. كان اجتماع خرجوا بهذا القرار، طبعا المغرب ما غاديش يشارك، هذا شيء طبيعي لان المغرب كان بلد محتضن، هو اللي غادي يحتضن التظاهره، اذا هو مؤهل اصلا اذا تنظم في بلد اخر، فطبعا هذا الشرط كينتفي. العقوبات مازال ما تحدثوش عليها، هما قالوا في البيان ديالهم بان غادي يكون واحد اللجنه اللي غادي تكون وغادي تشوف على حسب يعني العقوبات اللي غادي تكون واللي كتهضر اللي كتنص على يعني تنصل المغرب من الالتزامات ديالو. لحد احنا ما تنصلناش، غادي هو دابا الاختلاف اللي كاين. المغرب لا يتنصل ولم يتنصل ولن يتنصل. انا كنقول نفس الكلام وربما ناكدش عليه بشكل كافي، المغرب خدا قرار ديال التاجيل مبني على واحد القوه قاهره اللي كما تحدثت. وطبعا غادي ما نتسرعوش، غادي نشوفوا شنو كتوقع القرار ديالنا. ثق بيا بان جميع السيناريوهات يعني الدرسات وجميع الاحتمالات حنا موجودين لها. ديال الكلام ديال السيد الوزير جوابا على احدى الاسئله الشفويه بمجلس المستشارين. واضح سي فريدي لحد الان ما كاين حتى شي عقوبات بخصوص طلب المغرب وتشبت المغرب بتاجيل تنظيم كاس افريقيا للامم. السيد الوزير قال بان جميع الاحتمالات درسات، شنو الاحتمالات الوارده وكيفاش كتستعدوا لها؟ حتى حنا تغير الموقف المغربي شويه في هذا الباب هذا، ان كنا كنتعاملوا من مبدا ديال ان عرس ديالنا جميع، وديال ان كاين واحد الوضع جديد اللي سميتو الوباء وبلي كنطالبوا تاجيل. اذا كنا كننتظروا وكنظن ان الجميع كان كينتظر ان الاجتماع ديال الرباط كان غادي يكون اجتماع ديال فيه نقاش وفيه اخذ ورد وفيه اقتراحات واقتراحات ما كانش في هذه الطريقه. يعني كان اجتماع شكلي فقط والقرار اتخذ من قبل الاجتماع كان قرار مكتوب موجود. اذا احنا براسنا كانت مفاجاه بالنسبه للمغاربه. الان دخلنا في مرحله اخرى، المرحله ديال اننا كنوجدوا بكل موضوعيه الاجوبه المغربيه، وكنوجدوا كذلك المرافعه ديالنا لواحد فواحد الملف اللي احنا مقتنعين به. نعم. إذا كل المجال في كلام ديال السيد الوزير ديال كل كلمة عندها الوزن ديالها، كل جملة عندها الأهمية ديالها. الموقف ديالنا واضح وكنعاود نقولوه حنا مازال متبتين بتنظيم تظاهرة، يعني أننا من لحد الآن كنتظروا من الطرف الآخر اللي هو الاتحاد الأفريقي مشكورا أنه يأخذ بعين الاعتبار أننا مازالين بغينا ننظموا تظاهرة. إذا كان واحد ظرف قاهر اللي هو فيروس ايبولا، كنطالبوا من اخواننا في الاتحاد الافريقي انهم يتفهموا الوضع ياخذوا بعين الاعتبار. نعم. مع العلم ان المحيط ديالنا كله كبلد وكذلك المحيط ديال الاتحاد الافريقي كمسير ومدبر امر ديال واحد الرياضه في افريقيا كيمشي في نفس الاتجاه ديال المغرب، فعلى مستوى التاجيل وواحد العدد ديال التظاهرات على مستوى الالغاء. يعني احنا ما جيناش واخترعنا شي حاجه في بوحدنا. الان كنظن ان كل متتبعين العارفين بامور الامور القانونيه والامور الرياضيه والامور ديال القانون الرياضه القوانين اللي كتحكم المجال الرياضي كيتفهموا الوضع، وكلنا كنشتغلوا لان مازال كننتظروا النتيجه ديال العمل ديال اللجنه ديال الاتحاد الافريقي،
ومني غادي يكون اللي كنتصدروا العقوبات اللي غادي تصدر من طرف اللجنه التنفيذيه كنتصدروا قرارات اللجنه ديال قرارات غادي يكون فيها عقوبات هادشي اللي قال كنتادروها ومني غادي يكون هاد القرارات هذه غادي يكون رد المغرب كذلك سي عزيز داوده في نظرك المغرب او وزاره الشباب والرياضه شنو يمكن ليها دير في هذا الوقت وكيفاش خصنا نتصرفوا باش اننا يعني نخرجوا باقل الاضرار من هاد الوضعيه تلك كاين جوج ديال الحلول الحل الاول هو ننتظروا كما قال السي فريدي يمكن هذا هو الاختيار اللي اختت الحكومه ولكن ما تنشاطروش في الراي انا بالنسبه لي خصنا نكونوا بلوز اوفونسيف بمعنى لان المتضرر الاول كبر من لاكاف هو المغرب اكيد علاش لان لاكاف غدا الا نقلت التظاهره ونظمتها العام الجاي ولا من بعده هذاك البريجوديس ديال داكشي اللي خص اللي سوا ديزون خسراته واللي تتقول لي غتخسروا مع المغرب غتسترجعوا ولكن المغرب داكشي اللي صرف ما غيسترجعوش والمغرب صرف فلوس طائله اللي كان يصرفها في حاجه اخرى واللي وجدنا بها واحد العرس كبير ويعني والناس وحتى يعني حتى في جميع الاوساط كانوا المغاربه كلهم متفقين انه يكونوا هذوك الاستثمارات المغاربه يعني يكونوا هذوك الاستثمارات بالطريقه اللي كانت وداك الشيء كلشي فرحان باش غتجي هذه التظاهره اليوم اللي ما بقاتش عندنا التظاهره ماشي حنا اللي حيدناها هما اللي حيدوها لنا حق البريجوديس بور لو ماروك بلوز امبورطون لان عندنا الدوله صرفات اموال باهظه وضاعت فيها عندنا شركات خصوصيه اللي صرفات اموال باهظه وكانت تستعد للتظاهره من ناحيه التجاريه من ناحيه الاستشاريه من ناحيه اللي ضاعت فيها عندنا الاعلام ديالنا اللي ضاع عندنا واحد العدد ديال المكونات ديال المجتمع وديال المغرب كامل اللي ضاعت حيت انه حنا ضايعين انا كنت ندبر هذا الملف غندير واحد السرد هذا الشيء كامل وغنحطوا لكم نقول لهم اسمحوا حنا ضايعين اكثر منكم اللي بغيتوا ضيعتونا في التظاهرات اللي بغيتوا تندموا عنا حنا تنقول لكم شنو ناجلوها سبق انه تاجلوا تظاهرات والمغرب سبق له انه عتق لا كونفدراسيون افريكان في كاس افريقيا هذيك اللي طرات اللي جرات في المغرب من السابق 88 ديال 88 كيفاش خداها المغرب لان واحد الدوله حتى بقى واحد بضعه اشهر وقررت وتخلات عن التنظيم الدوله تخلات عن التنظيم قال ما قداش البلد الوحيد اللي جا واعتق لا كونفدراسيون في ذاك الوقت باش يمكن لاستحياته اليوم يقول لنا انه ما عمرهم ما اجلوا لان المغرب ساعدهم مش ما عمرهم ياجلوا هذيك السنه راه انتخبوا عليها عندنا تما في 80 فاش كتنتخب عيسى حياتو انا ملي تنجيب واحد لارغيومونتير تنقول على انه حنا ما عمرنا ما اجلنا متفقين ما عمركم اجلتوا لان المغرب ساعدكم باش ما عمركم ما اجلتوا كذلك كاين الحاله ديال ليبيا في 2013 اللي جات في بلاصه جنوب افريقيا يعني ربما هذه ماشي حاله استثنائيه جنوب افريقيا عاود تمكنات سميتو عطات الفرصه للكونفدرالية باش ما تاجلش حيت اللي ما تفهم ليش انا كيفاش واحد المنظمات اللي هي منظمات غير حكوميه حقيقه وكذا واللي ما عايشه الا لاصقه في الدول وفي الحكومات لان شكون تيستثمر في كره القدم في العالم كله دول الا جينا نقارنوا المداخل ديال الاستشهار وداكشي اللي تيتكلموا عليه هما بالمقارنه مع ما تتصرفوا الدول هذاكشي اللي غيدخلوا هما ماشي ملعب واحد في الدار البيضاء ماشي ملعب واحد في اكادير ماشي ملعب واحد في طنجه فهمتي حيت الدول هي اللي تتصرف حتى من ناحيه التعامل خصهم يكونوا شويه البيبين وشويه البيقين لان ملي تيبداو يتكلموا على المغرب راه تيقيسوا راه تيخاطبوا واحد 40 مليون د المغاربه والله العظيم شحال حنا دابا اليوم تفضل اسي مصطفى غير واحد الصوره دابا نتكلموا على المغرب بانه راقصه وداكشي باش نعرفوا بانه الصرامه ديالهم هو في كاس افريقيا راه سي بلعيد سمعت ليه الصباح تيهضر على هاد الحوايج هو في الواقعه اللي وقعت للمنتخب ديال توغو اللي كانوا غادي متجهين الانغولا باش يلعبوا كاس افريقيا وماتوا تصدوا لهم بعض المجرمين وماتوا جوج ديال اسمو وتموا العقوبه عطاوها للمنتخب لان علاش في جو توقفات طوق عامين توقفوا عامين وهذا وما عقلوش عليهم بحال هذه الاشياء زعما في الاخير لان العالم المنظومه العالميه كلها الرياضيه تفاجات بقرار يعني حقيقه الفيفا اللي دخلت لان هادشي اللي كانت بطريقه حبيه ماشي بطريقه رسميه مؤخرا سمعنا التصريحات ديال سمعنا التصريحات الاخيره ديال عيسى حياتو السيد هادو تكلم على ان يعني لغه الخطاب خصها تتميز بواحد اللونه في حين ان التصريحات الاخيره هي نوعا ما متشدده تعقيق على هاد يعني هاد اللهجه الجديده اللي ولات كتخاطبنا بها الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم انا نقول لك واحد القضيه انا بزاف الناس هذا اللي تيضرني انا شيئا ما ماشي عزيز عزيز انا كنعرف المنطق ديالو حنا دائما حنا كل صباح كنتناقشوا في هاد المسائل انا غير كاين بعض الناس راه كيسحبوا هاد لاكاف كيسحبها بحال شي عصبه ديال شي مبدره عندنا في المغرب ما عندها لا ضوء لا ما عندها راه ما تقول ايبولا
عند اطباء متخصصين. ما تقول القانون راه عندها الناس ديالها اللي في الميدان متخصصين. تقول لك اساتذه في جامعات كبرى باريس في مارسي في الكامرون في ابيجون الى اخره. الناس متمكنين من الى قريتي البلاغ الاخير شوف كيفاش مكتوب والجماليه الى اخره. نحترم اولا هذه المؤسسه. وانا السي الفريدي متفق معاه لان قال واحد الوقت قال بان احنا راه عندنا مشكل مع لاكاف كمؤسسه كل واحد الان كيدافع على المصالح ديالو كيدافع على وجهه النظر ديالو. ملي بلونتيو الديكور داكرو اش بغينا اش ما بغيناش الى اخره. ما تبقاوش خلط راه ماشي مشكل ديال عيسى حياته كشخص مع المغرب. كنقولوا الدوله المغربيه تنقولوا عدد من المسائل المصطلحات التي نستعملها والتي سنحاول فرضها لما جاء العقوبه. غير فقط دير فراسك بان اليوم خص المغاربه كلهم يتمنوا حاجه واحده ان لاكاف تلقى البلد منظم. اذا لقات البلد منظم يتخف من اللعب ديالنا العقوبات. نقول لك العقوبات تناقش انت هذيك الساعه شحال خصنا نخلصوا كيفاش طرا الى اخره. راه الاشكال هو البلد المنظم نخلصوا الثمن مصيبه. انا ما متفقش مع السي بلايص المساله هذه. حتى في الصباح ما كناش متفقين. انا تنفضل ما يلقاوش البلد المنظم. هذاك هو اللي غيعز الموقف المغربي انه جميع الدول الافريقيه غتكون على نسق واحد ان هاد الدوره خصها تاجل. ربما غادي يتزكى القرار ديال المغرب الى ما لقاوش دوله غتاجلش هذيك الساعه غتلغى. غادي تبان على انه القرار ديال الكونفدراليه الافريقيه ما كانش على صواب وما كانش منطقي. انا متفق مع الشيء اللي كندخلوا في هذا الجلال بهذا المستوى ماشي مشكل نتناقشوا. انا سنقول لك غير ما لك وما عليك. ما نساوش بان راه حنا اللي طلبنا بالتاجيل الى اخره. السي بلايد كما كيقول فريد خصوصا بان المغرب يعني مقترح بديل راه ماشي قال ما غاديش ننظموا نهائيا وكنسحبوا من التنظيم. فاقترح البديل ديال جوج ديال التواريخ. غير اقترحنا البديل شنو كتقرا انت؟ بالنسبه لي هو راه وي نو نعم لا كنداك معاك كاتيغوريك ما تيقولش هو ماشي شغله تيقول جا عندنا هنا قال لك من هنا خمس ايام غتقول لي ايه لا. بالنسبه لي هو لا قلت لي انا باغي ناجل بالنسبه لي لا. كيقول لك انا عندي النصوص ديالي هذه تي راه غنوض فيها الصداع. انا تنقول ما تنخافش انا من الموضوع. انا ملي كتكلم لك على الهجره اللي ربما متشده نوعا ما يعني لما كيكون السبب تعطى اللي هو قوة قاهرة أبخي غادي يكون خلاف التعريف ديال القوة القاهرة. ربما احنا باش كنعرفوا القوة القاهرة ماشي هو التعريف اللي كتعطيه لاكاف. لما كيكون الناس راه دخلت في العراق ودخلت بهذا المفهوم هذا ديال القوة القاهرة. هذه راه كيستعملوا في دول ما تقدرش تحترم حتى السيادة ديال الدول الأخرى إلى آخره. راه هذا إشكال عويص وعويص جدا. القوة القاهرة شوف شنو هي. لكن ما كنظنش بأن لاكاف يعني ما تفهماتش بتاتا ولو في لحظة واحدة الموقف ديال المغرب. هذا هو السؤال. تظهر لي أنا معمرة ما درسته ومعمرة ما ناقشته لأن ما انتظرتش لأنه بالتاريخ إحساس اللي كان أن كاملين كنظن كإعلام وكوزارة وك أن الموقف والمواقف ديال الاتحاد الإفريقي كان جاهزة وكان الرفض حتى ديال أنها تطرق للموضوع. هذا اللي كيخلينا اليوم كنتكلموا أنها كنظن ومازال عندي امل ان الجميع يعترف واحد النهار ان الموقف المغربي كان موقف عنده مبرراته ومبررات معقوله. كنقولوش هذا عنده الحق وهذا ما عندوش الحق. كنقولوش ان لاكاف كتدافع على واحد المشروع اللي هو التنظيم في واحد الاجال لان بطبيعه الحال عندها التزامات وعندها. ولكن الموقف المغربي كنظن انه موقف يحترم لعدد من المبررات والاسباب. كنظن هذا لا نقاش فيه. كنا متفقين على ان الموقف ديال المغرب يعني السبب واضح. والنقطه الثانيه ديالو ان المغرب ربما المغرب الطريقه اللي مازال المغرب كيأكد انه مازال المغرب كيقول الى تاجلنا الى اجلنا بخمسه اشهر راه حنا غادي نكونوا قادرين ومستعدين. علاش؟ لان غادي يكونوا على بينه من امرنا. سؤال السي فريدي لما المغرب كيقول بان ربما غادي ننظم بعد خمسه ديال الاشهر على اي اساس بنى المغرب هذا الاقتراح؟ لا سنه داروا سنه ما بقاش يعني شكون اللي قال للمغرب بان راه ربما بعد سنه ما غيبقاش هذا الوباء؟ كانوا جوج ديال الامور. اولا المعلومات العلميه وحنا حتى واحد فينا ما كنظن ان حنا كنشوفوا شنو اهل العلم كيقولوا اهل الطب كيقولوا انه الا كان غادي تلقى دواء او لقاح فهو خي تلقى اليوم غادي يطلب واحد الفتره ديال 3 4 اشهر باش يكون موجود على الساحه. والثانيه هو ان كنقولوا على الاقل اذا كنتي غادي دير استعدادات خاصه لاستقبال دوك الناس
الزوار والاستقبال الحشود من الجماهير غادي يحتاج واحد الفتره الوقت على الاقل ديال 6 اشهر. وفي هذا الشيء كله حنا ماشي حنا كنقترحوا وكننتظروا من الجواب من الجهه الاخرى، جواب اللي غادي يعطيك بالرفض او اليه ولا لا، ويقدر يجي الاقتراح من الجهه الاخرى. نعم. فيما يحفظ ماء الوجه ديال الكره الافريقيه، ديال كاس افريقيا، وديال البلد المنظم، وكذلك ديال حنا كلنا مشروكين في هذا المشروع، ماشي غير فقط المغرب غينظم وحنا ما غننظمش. والان كنظن ان الصعوبه الكبيره هو ان راه ماشي اوتوماتيكي داك الشيء، ما بغيتوش تنظموا على هذا ولا هذا غادي نلقى بلاصه اخرى، لا ماشي بالسهوله. أنا أخير دليل هو أن لحد الآن باقي ما كاينش شي بلد اللي قال بأننا مستعد نضم كأس. واش بقات شهرين؟ شو بغيتي يدير لك شي واحد؟ بغيتي شي واحد ينضم شهرين؟ هذا اللي بغى يبدل في شهرين الله يحسن عوانه بصراحة، من هنا شهرين واش غادي يدير لها؟ توصلوا بعد هو دابا هما كيقولوا بأن توصلوا بمجموعة من الطلبات، ولكن الكاف حتى الآن باقي ما كاين والو. الكاف كتاخذ الوقت ديالها لأنها ربما هي كتبحث على بلد اللي كيتوفر على بنية تحتية مهمة. البلدان اللي كتوفر على بنية تحتية راه مرفضوا التنظيم. لا مازال الآن الكابون مثلا كاين بحال لونغولا، بحال لونغولا مثلا عندها بنية تحتية. جنوب افريقيا رفضت تنظم. جنوب افريقيا الجزائر رفضت. كيدوي على قطر وعلى البرازيل وعلى يعني واش هذا يعني ما وصلنا لهذه الحلول هذه ديال قطر والبرازيل، واش هذا ما كيزكيش الموقف ديال المغرب؟ هادشي اللي بغيت نوصل ليه. لما الخيار ما بقاش يعني في القاره الافريقيه مجموعه من الدول الكبرى. باري داكار راه كاين فينا باري داكار ديرو كاليزي ديرو كاليزي راه مشى للارجنتين ومشى على السؤال. نعم هذا كيزكي واحد النقطه اساسيه هو ان لاكان او الكاس افريقيا ويمكن اننا ان المخاطبين ديالنا كيفكروا كذلك في انهم يقدروا يديروها بدون جمهور. لانك ملي كتقول غادي نديها للبرازيل راك كتقصي واحد عدد كبير من الجماهير. ربما غير اقوال الصحف. نعم يعني المغرب مازال متشبث بالتنظيم ومتمسك بالتاجيل، والاتحاد الافريقي مازال كيفكر كيفاش نلقاو حل لهذه الوضعيه فقط. سي جواد الان شنو العقوبات المحتمله؟ نسبقوا شويه الاحداث ونشوفوا شنو هما العقوبات المحتمله اللي يمكن تجي للمغرب. كنظن اهم شيء ان الموقف المغربي راه موقف قوي، راه خصنا نعرفوا كاملين بانه ايفيكتيفمون كاينه قوه قاهره، وخصنا نعرفوا كذلك بانه العقد الموقع ما بين الجامعه الملكيه المغربيه والاتحاد الافريقي فهو كيقول الاتحاد الافريقي كيطالب من الجامعه الملكيه المغربيه باش تحصل على جميع التصريحات لتنظيم من الحكومه المغربيه لتنظيم التظاهره. باش تنظم تظاهره خصك تحصل على تصريح الحكومه المغربيه. هنا الحكومه المغربيه شافت بانه كاين وباء ايبولا، ما يمكنش الاتحاد الافريقي هو يشوف يعرف كيفاش يمكن لينا حنا ناخذوا الاحتياطات من وباء ايبولا. الحكومه المغربيه بوحدها اللي يمكن لها تعرف، وزاره الصحه بناء على تصريحات اللجنه الوطنيه، هذه من جهه. من الجهه الثانيه بالنسبه لظروف القوى القاهره فالمغرب يمكن يمشي المحكمه الرياضيه الدوليه. بالنسبه للطريق اللي غادي فيه الاتحاد الافريقي الان كيتبين بانه غادي كيسلب واحد الطريق باغي يمشي الفصل 90 بيسكو كيقول لك ان المغرب رفض. دونك هذا الفصل 90 كيتكلم وكيحدد الرفض، كيقول بانه علاوه على العواقب التاديبيه او العقوبات التاديبيه اللي ما كيحددهاش بالضبط شنو هي العقوبات التاديبيه، فهناك عقوبات ماليه 50000 دولار بالنسبه، ولكن كيقول قبل بالنسبه 50000 دولار في المرحله الاولى. لا الوغ تري نوتيفي موان دو 6 mois اللي هو الحاله ديال المغرب. فوالا دونك، ولكن قبل ما كيقول كيقول غوتري نوتيفي يعني كاين اشعار، خصو يكون اشعار في واحد المده اقل من 6 شهور. فالمغرب هنا شعر. بالنسبه للحاله اللي تكلم عليها سي مصطفى قبيله ديال طوغو، انت فتح واحد القوسين. فالطوغو علاش تم الاقصاء ديالها؟ لانهم هما من بعد وقعت الفاجعه ما كتبوش الكاف، مشاو بحالاتهم ما بغاوش يبقاو يلعبوا، مشاو. دونك هما قال لهم فونافي با نوتيفي لي زون سوسبوندي. حنا قمنا بالاشعار، حنا كاينه عقوبه 50000 دولار راه كيقولها القانون، ما كنقولوهاش حنايا. حنا السي جواد راك عارف باينه. دونك كاينه 50000 دولار من بعد منها كيقولوا جبر الضرر المادي والمعنوي. اذا هنايا مساله ديال جبر الضرر المعنوي غادي نرجع للعقد الموقع بين الجامعه والاتحاد الافريقي لكره القدم، فهو يقول بانه عند الرفض. واخا حنا ما كاينش رفض، ولكن انا كنحلل الموقف ديالهم هما، لان ما موافقش معاه
فالعقد الموقف بين الجامعة والكاف كيقول بأنه على البلد المنظم في حالة أنه رفض باش يقوم بزمية باش يقدم جميع المساعدات المادية واللوجستيكية وجميع المساعدات باش تمشي تنقل الكاف لكان كأس إفريقيا إلى بلد آخر. وحنا كنعرفوا أن المغرب في هذا المجال يعني المغرب اللي يضم لكان في دولة أخرى لا ماشي نضمها صح العبارة يعني هو اللي غادي يمول يعاون يعاون لا يعاون غادي يقدم جميع المساعدات هذا إجبار هذا حنا مسينين عليه خصو يقدم جميع الملفات باش لكان تنتقل لبلد آخر خصو يعاون بطريقة مادية معنوية وهذه شي مسائل اللي هو موقع عليه وحنا كنعرفوا بأنه اللجنة المحلية المنظمة فهي بقات كتشتغل حتى القرار 3 نوفمبر بقات كتشتغل وطبقا على الجدول الزمني اللي كان عندهم وضيغ هي كلك واحد 10 ايام جوج اسابيع داروا واحد ورشه شغل كونسيرنون الماركتينغ فوالا وقدموا للمستشارين يعني ان الجدول المنظمه وهذا الشيء كيبين الموقف المغربي علاش قوي عاوتاني لان عمليا فالناس بقات خدامه اللجنه المنظمه المحليه بقات خدامه اللي تيغان دونترينمون واجدين كاين طنجه كاين زياتن عاوتاني بداو فيه كاين الرباط تمت اعاده مركب ملي عبد الله وداروا تيغان دونترينمون اكادير مراكش دونك كل شيء تقريبا واجد حتى من لا سيريموني دو تيراج او سور راه مازال بروغرامي دابا لو 26 نوفمبر في الرباط وبالنسبه للحفل الافتتاح فهو كذلك كانت هناك طلب العروض ومعروف شكون اللي غادي يقوم بالحفل الافتتاح حفل الاختتام لا سيريموني دو غوميز دو تروفي كل شيء يعني المغرب دونك من ناحيه دونك هذا المغرب علاش غادي يرفض من ناحيه العمليه فهو واجد من ناحيه القانونيه كيقول لك اودي انا عندي واحد القوه قاهره اللي هي مرض اوبولا واللي ربما الا كثروا الناس ما غادي يقدروش إلا سمحتوا غادي نمشيو ناخذوا واحد ردود افعال الشارع المغربي بخصوص قرار المغرب بطلب تاجيل تنظيم الكاس الافريقية. خلف قرار الاتحاد الافريقي بتجريد المغرب من استضافه نهائيات كاس افريقيا 2015 ومنع المنتخب الوطني المغربي من المشاركه في النهائيات ردود فعل كثيره بالشارع المغربي. وكان الاتحاد الافريقي قد اعلن هذا الخبر الذي نزل كالصاعقه على محبي وعشاق الكره المغربيه مباشره بعد اجتماعه بمقر الكاف بالعاصمه المصريه القاهره. الاساسي بالنسبه لنا حنايا هو الصحه ديال الشعب المغربي ديال المواطنين المغاربه والصحه ديال الضيوف اللي رجعوا عندنا في المغرب ولهذا حنا جد راضين كل الرضا على القرار اللي خدته الحكومه المغربيه في هذا الاتجاه. أنا موافق مع رأي الحكومة المغربية وراء هذا القرار. هناك القرار ديال الحكومة معنا السلطات الصحية في المغرب ترى بأن لنظم المغرب هذا الكاب في جونفي 2015 سيأتينا بأخوات بهذا المرض الخطير الذي يعدي المواطن المغاربة. الشارع المغربي إذن يجمع على أن قرار التأجيل الذي تشبثت به الحكومة المغربية كان حكيما بسبب مخاوف انتشار فيروس إيبولا القاتل والذي حصد الآلاف في غرب إفريقيا. وكيفما كانت العقوبات المنتظرة من اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي فالمغرب سيدافع على مشروعية قراره. إذن كانت هذه ردود أفعال الشارع المغربي بخصوص قرار المغرب بتمسكه بطلب تأجيل تنظيم كأس إفريقيا للأمم. سي عزيز داودو الآن يعني وصلنا لواحد المرحلة اللي ما كاينش فيها الرجوع إلى الوراء، فشنا هي القرارات المحتملة من طرف الكاف خصوصا بأن كاين إقصائيات كاين منافسات كاين إقصائيات كأس العالم 2018، واش من المحتمل بأن الفيفا كذلك تدخل على الخط؟ لا ما تزيدها ليش واش الفيفا تدخل على الخط، يعني الفيفا تعتبر هذه مسألة داخلية ديال إفريقيا وغتخليها قارية وغتخليها الإفريقية تسيرها بحيث أنه ما سبقش أن الاتحاد الدولي الفيفا دخلت في شي حاجة اللي هي قارية. لا في مسألة الطوغو دخلت بواحد الطريقة حبي لأن فقط هي شعارات على أنه كانت واحد لاندينياسيون عالمية كيفاش واحد الفريق اللي تعرض للقتل في الطريق ويتوقف وكذا، يعني العالم كله حتى واحد ما فهم. الفيفا قالت لا كفو هذا الشيء درتو راه ماشي معقول وتراجعوا على سميتو. يعني ربما هنا هذاك يعني بأن لا كاف ما كانتش دائما صحيحة في القرارات ديالها. يمكن ناخذوا من هذه الزاوية على الأقل في هذه الحالة هذه ما كانتش على صواب. واللي تنتمناو انه في الحاله ديال المغرب كذلك يتثبت على ان ما تكونش على صواب لان التسرع. انا فقط اللي تلوم فيه لاكاف حتى هي في الدور تلعب الدور ديالها هذه التظاهره ديالها اللي هي باش تدخل داك الماده باش تسير باش تساهم تقول هي باش تساهم
في تنميه كره القدم في افريقيا باش كذا. والمغرب كانت واحد لوبين اكستراوردينير بحيث انه خصنا نعرفوا باللي المداخيل ديال لاكاف طلعات في هذه السنه هذه في 2000 في الدوره ديال 2015 لان الدوره في المغرب. نعم. حيت انه حتى داك المستشارين كاين المستشارين القارين ديال الكونفدراليه وكاين المستشارين الموسميين اللي تيجيو فقط من دوره لدوره يعني على حسب البلد المنظم على حسب الجوده ديال التنظيم على حسب الامان والاستقرار. كان عندهم ربح كبير. نعم. كان عندهم ربح كبير في التنظيم في المغرب يعني هذا مساله واضحه. الان اللي تيظهر لي انا تيظهر لي اننا ما خصناش نبقاو نشوفوا شنو غيكون الموقف ديال لاكاف. الموقف ديال لاكاف واضح قصاونا وتيتوعدونا بعقوبات اللي باقي ما خداوهاش اللي عاد غيدرسوها واللي ما عرف شنو غيديروا. ولكن حنا خصنا نشوفوا دابا فقط شنو هو الموقف ديالنا كيفاش نعزوه كيفاش نقويوه كيفاش ندافعوا عليه لانه الموقف ديالنا قوي ولكن كيفاش غادي نصدروا هذه القوه ديالنا. خصها تصدر يعني لجميع المحافل الدوليه يعني خص نخلقوا واحد المناخ اللي يجعل ان الكونفدراليه تحس براسها ان خطا في حق المغرب. نعم. هنا نوجه السؤال ربما الممثل وزاره الشباب والرياضه كيفاش غادي توجدوا هذا الملف اللي بخلاله غادي تدافعوا على الموقف ديال المغرب. على قدر ما المغرب كان جد قوي في الاستعدادات ديالو للاستقبال والاحتضان التظاهره على قدر ان الان العمل اللي غادي يكون هو عمل ديال ان نظهروا نبرزوا للعالم ان الضرر اللي تعرض له المغرب من خلال عدم التنظيم ديال التظاهره هو اللي كان عازم وكان موجد وكان مستعد ينظمها هو ضرر حقيقي ضرر مادي لان هذا شيء طبيعي لان كانوا استثمارات واستثمارات كتسنى مداخيل وما غتكونش ديك المداخيل ولكن كذلك ضرر معنوي كبير جدا لان ما سبقش للمغرب ان تخلى على تظاهره كان غادي ينظمها والصوره اللي كترسم الاتحاد الافريقي على المغرب من خلال الوصف ديالو اننا رفضنا ننظموا ولا تخلينا فيها ضرر للمغرب. اذا المغرب غادي يعمل كل ما في وسعه باش يظهر المخاطبين ديالو انه من جهه عندنا ضرر على المستوى المادي وعندنا ضرر على المستوى المعنوي وباقي مستعد ينظم. والنقطه الاخيره هو ان المغرب ما تبدلش. المغرب مازال هو البلد اللي مستعد ينظم تظاهرات ويستقبل تظاهرات وينجح تظاهرات. نعم. سي بلعي تكلمتي قبل ربما على مساله ديال الشكل اللي ربما انت ما راضيش 100% على الطريقه اللي طلب بها المغرب تاجيل هذا التنظيم وكيفاش كتشوف دور يعني الدبلوماسيه الرياضيه والدور ديال الممثلين المغاربه اللي عندنا يعني في المؤسسات الكرويه. سهل ما عرفتي دابا قبيله عزيز كان هجوم ياك ساعه جواد ولا دفاعي ولينا رجعنا للور دابا خصنا نماركيو ياك انا معاك في هذيك المنطقه ديال الماركيو. كان واحد الاشكاليه خصنا نفهموها من الان فصاعدا. انا قلت تحدثت في البدايه على السابقه الان من بعد هاد السابقه ديال التاجيل وديال الرفض ديال لاكاف اللي فهمت فيها التخلي ديال المغرب على تنظيم كاس افريقيا للامم غتولي الكاف كاف اخرى كلشي غادي يتغير. الاستراتيجيه ديال كره القدم في افريقيا المتبعه من 88 منذ انتخاب السيد عيسى حياته بالدار البيضاء وهذا راه ذكرتوا بها وحتى من 57 كانت واحد الاستراتيجيه اللي موجهه حول شيئين. اولا تنظيم هذه التظاهره ديال كاس افريقيا للامم في اطار عالي وفي نفس الوقت تعاطي الى واحد النوع ديال البناء الاجتماعي الرياضي بالنسبه للدول الصغرى. مثلا المغرب كينظم ومن بعد تمشيو لدوله افريقيه صغرى ما عطيتش اسماء حتى لا صغير الناس تمشي على الناس اقل امكانيات من الدول الكبرى وبقينا غاديين هكذا. واحد الوقت ولات بعض الدول تدير السياسه الاقتصاديه الكرويه ديال الدول لا امكانيات لها هذا كنا مزيان. دابا وصلنا في 2014 غندوزو ل 2015 دابا كيفاش المسائل مطروحه. اوروبا كلها الان اوروبا تحتج كون ان كاس اوروبا الامم اربع سنوات افريقيه كل سنتين. هل ستتمكن الكونفدراليه الافريقيه في المستقبل انها كل سنتين تنظم بينما كاين تظاهرات اخرى على الصعيد الدولي ولا كاف الفيفا زادت الطين بالله زادت المونديالتو ربما تزيد حاجه اخرى غادي يكون كاس افريقيا دارت الشان من الصعب والصعب وزيد الشان محلية. زيد الشان وزيد مثلا تظاهرات اخرى ديال الشباب الى اخره. فكيفاش غدا هذا الكاف اللي ما عندهاش امكانيات خارقه للعاده اللي عندها يلاه كاس افريقيا للامم هي اللي المورد المالي الكبير ديال لاكاف المورد الاساسي ديال الكونفدراليه الافريقيه راه هي كاس افريقيا للامم. لذلك كتعطيها واحد الاهميه قصوى اللي ربما فوق منها واكثر منها. ولكن دابا الا تخذات اقصاء وتخذات
حكم زجري بالنسبة للمغرب، أحكام زجرية بالنسبة للمغرب، فمعناه أن غتخلق من المغرب واحد الإطار، واخا السي الفريد باغي يدير شوية الدبلوماسية زعما لأنه تفهموا الحالة راهينا، ولكن أحب من كريه كريه من كريه، أحب من أحب من كريه من كريه، فمستقبلا غادي يكون نزاع مع لاكاف. غيكون نزاع أولا بالنسبة لهيكلة لاكاف نفسها، اللجنة التنفيذية للاكاف، هل يعقل أن هذا البلد السعيد باستثناء واحد لمدة 8 سنين أظن ديال الحاج سعيد بالخياط، بهذا الاستثناء لم نكن ممثلين على صعيد، هذا الخطأ ديالنا، ماشي نقولوا حنا داخلية شحال هذه ما كنعطيوش أهمية للحضور ديال المغربية في المؤسسات الإفريقية. يقدر يتكلم لك عزيز داود على الظرف اللي عاشوا في 88 مع بن زروال ومع بالمجذوب الله يرحمه، مع دومو كذلك الله يرحمه الى اخره، هذه الشخصيات اللي كان عندها وزن ربما في مستوى ديال السعيشه حياته، الى درجه ان واحد الوقت كنا نظن ان المغرب اللي كان وراء الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم هو الذي سيأخذ الرئاسه، ولكن لاسباب سياسويه انذاك لسوء الحظ ضيعنا في كثير من الاشياء. الان انا سنقول لك راه كما كانت الحاله باستثناء الى وقع التنظيم، واظن ان داخل لاكاف راه ماشي كل الناس ضد المغرب، ماشي كل الناس ضد المغرب، كاين اصوات لصالح المغرب لاسباب موضوعيه، وربما غدا الا جينا ننتخبوا داك الشيء راه غادي يكون طرف لهاد الجهه وطرف لهاد الجهه، بمعنى ان غيولي نزاع داخل الكونفدراليه الافريقيه اللي القوه ديالها كلها كتجي الان من جهاز واحد، من شخص واحد هو الرئيس ديالها، عنده واحد الكاريزما، عنده واحد التراكمات، عنده واحد التاريخ هو الذي يحسم. ففي اخر المطاف هل سيحسم باقصاء المغرب حسب قوانين الكاف اللي هي موجوده؟ لا اقول غير موجوده، غادي يكون هو احسن من اقصاء المغرب، ولكن التاثير السياسي لا دابا ما نحكمش عليك، لا ولكن احسن باقصاء المغرب، لا فقط في الدوره دابا ما نحكمش عليك، الحد السعادي ما يمكنش نعتبروها عقوبه. قال لك لا فوالا، قال لك راه هذا قرار طبيعي، بعد ما المغرب كان بلد منظم ما بقاش بلد منظم، اذا كينسحب اوتوماتيكيا. تم الفرقه ديالك ما تكونش لان منطقي، لان البلد المنظم الفرقه ديالو كتكون اهله اوتوماتيكين، فاذا نعم. معناه ان بالحد الساعه باقي ما حكمش عليك. دابا تنقول لك انت غيحكم عليك، يحكم عليك وغادي يكون داك الشيء ثقيل الا ما لقاش اللي غادي ينظم، الا لقى اللي ينظم هذيك الساعه نذكروا 50,000 اللي جبتي قبيله اللي ولات مليون، ها ولات في البرازيل مليون، ولكن عدم رجعيه القانون كان بزاف الحوايج غير ربحوها حنا بالنسبه للانديه كوب دافريك كل شيء ربحوا، لان كان داك المبدا ديال عدم رجعيه القانون، هذاك الشيء تحسن فيه وغادي تنظم، ما يمكنش يرجعوا اللور باش يضرب يخلط. انا اللي نقول لك، انا اللي كيبان لي المعركة اللي نتكلموا عليها هي أساسية، خص الكاف تفهم بأن إلى المغرب تحدث على السيادة ولا تحدث على القوة القاهرة، فمعناه أنه مستعد باش يزيد القدام، باش يعود ثاني نجيو هذا إلى آخره، نزيدوا القدام، نزيدوا القدام بأن نطالبوا حقنا في ماذا؟ أولا في التمثيلية، لا يعقل أن هذا البلد يعطى الكثير يتم تغييبه من طرف، أنا لا أحتقر أحدا، ولكن الناس اللي ربما ما عندهمش وزن، ما عندهمش وزن لدرجة أنه هو اللي يحكم عليك، ما عندوش وزن الى درجه انه هو يتفلسف. خطا ديال من هنا السي بلعيد؟ لا كان خطا ديال المغرب اولا، حنا احسن نبداو نبداو بروسنا باش يقولوا لنا حنا خطا ديالنا للتراكمات التاريخيه الى اخره، حتى غياب تكوين نقولوها بكل صراحه، كاين اناس لا علاقه لهم بالتسير وتلقاهم هما الاولين وسابقين وكيعملوا شغلهم، انا مش شغلي، انا نقول لكم من الاسباب السوسيولوجيه الموضوعيه اللي تجعل ان حنا عايشين هذه المرحله هو تغييب الكفاءات الحقيقيه لنواجه هذا النوع من التحديات، لان ربما هذا ما يكونش تحدي لو ان هذه سنه او ست شهور او لما تحدنا على ايبولا كنا في مستوى على الاقل الطرح، على الاقل الطرح، لان عيسى حياته راه ماشي بوعو، عيسى حياته راه انسان يناقش وتيفهم هذا الشيء الى اخره. والجانب كما قلت لك ما تنساش بان الكوت ديفوار لما لعبت الكوت ديفوار مع بلد فيه ايبولا راه كان شخص متخصص في ايبولا ويشتغل داخل الكاف، دونك راه ما كاينش تغييب ديال الكفاءات بالنسبه للكاف. طلبات الكوت يجي طلبوه جا هو الانسبكتور، كان هو المفتش انذاك، هو اللي حل هذه المشاكل كلها ديال الناس كيفاش جات، كيفاش تقبلها، كيفاش دارت المباراه مع الخطا اللي كتعرفوا. انا لما اسمع جورج ويا، اما حتى جورج ويا وما ادراك ما جورج، منين جورج ويا؟ شنو البلاد ديال جورج ويا؟ ليبيريا. اش في ليبيريا؟ وتيقول انا افهم المغرب، هذا الشيء تيقول انا لاتيني كذلك تفهم قرار المغرب. لا ولكن جورج ويا راه جاي من هذا اصعب بكثير، هذا تيقول لك انا بلادي من انا بلادي هذا وانا بلادي عايشه، وافهم
الموقف ديال المغرب. الا كان عندك كاين اوبايونغ كاين عدد من الشخصيات النجوم، انا ما كرهناش المغاربه نتحركوا شي شويه، ما بقاش يعرضوا لنا على واحد الكامروني نسميه ولا ما نسميهش. الكامروني مشى انتخب ضدنا في الانتخابات، عمره ما كان معنا وتيجي هنا بخير. سي بلاد مادام كتكلم على معنا تيحاميو علينا كنضيعهم، نعرضوا على هاد الناس ونجيو راه نجوم. مادام انت كتكلم على اللعابه ولا على النجوم الافارقه بالنسبه للاعبين المغاربه، سي مصطفى انت كرئيس جمعيه اللاعبين المحترفين، وحنا كنتكلموا على الان على الدبلوماسيه الرياضيه، فشنو يمكن تقوموا انتم كجمعيه باش ربما تدافعوا على هذا الملف ديال المغرب؟ وتيكون داكشي من تصريحات ديال اللاعبين، لان غيكون واحد الضرر بالنسبه لهم الا ما كانش المنتخب غادي يتمثل وغادي يشارك في تظاهرات قاريه المقبله، وهذه اشياء اللي مضره جدا بالمستوى ديالهم، لان نعرفوا لما كنتيش تتقارع وتلعب مع فرق المستوى ما تيرتفعش، وكذلك ضرر بالنسبه لهم المشاركه في كاس افريقيا كانوا غيشاركوا فيه لان تظاهره في المستوى العالي في البلد ديالنا، حتى هما متضررين من الجانب ديالهم. فهذا الشيء انا شفت سمعت التصريحات ديال الشماخ ديال القادوري لمحترفين حجي مصطفى، ما دوك اللاعبين مازال تيلعبوا، بان ضروا بان كانوا تيتمناوا بان يشاركوا في هذا العرس القاري وحلم ديالهم فعلا، لان كانوا تيتمناوا بان ما غيتلعب هنا يمكن نفوزوا بثاني كاس افريقيا في التاريخ ديالنا، لان كل شيء كان مجند. وملي تسمعهم تيهضروا ولا كذلك حتى مصطفى حجي ولا هذا، بان الفريق بدا تيبان فيه واحد الاليات واحد النواه اللي تخلينا نشوف منتخب اللي يقدر يمشي بعيد في كاس افريقيا، ومع الجمهور مع المسانده ديال الجميع والتجنيد ديالنا كنا وراء هذا المنتخب هذا باش يفوز. رجع غير لواحد النقطه مهمه، وان كما قبيله تكلمت في الاول على حياته، تكلم في واحد القناه ليله قبل ما يخرج القرار، وتكلم بان لما هذاك الصحفي اللي تكلم معاه قال لي لما نظمتوش غتكون، قال لي لما نظمش في الوقت ديالها غتكون كارثه بالنسبه للاتحاد الافريقي لكره القدم، لا من ناحيه مستشار تيهضروا مع الفلوس الموارد ديالهم، ما عمرهم تم تاخير او تغيير التاريخ ديال كاس افريقيا. غد حنا او مانتيا تيبقى لينا دابا كما كان بالعيد ولا داوده، هو ان سي عزيز ان بان ما يكونش علينا واحد لي سانكسيون كبار. نعم، وهذا الشيء اللي تكلمنا عليه لا سي فريد لا جواد، بان ماشي حنا راه باغيين نوجدوا راه الوزاره ولا الجامعه ولا هذا، راه موجدين هاد الحوايج، راه ماشي حتى دابا خرج القرار عاد غادي نبداو البحث على الانديه، والا قادرين نضموا كاس افريقيا فعلا. المغرب مستعد كما تكلمنا في الاول بان هاد الملاعب اللي دارت الصيانه ديال دوك ملاعب اخرين، الناس اللي من هذا اللجنه المنظمه، ما كنظنش مصطفى ربما بان عيسى حياته خد الموقف كموقف شخصي ووضع يعني المصداقيه ديال لاكاف كفه، والتنظيم ديال كاس افريقيا في الوقت ديالها في كفه اخرى. وبالنسبه لي هو رئيس هو اللي يقرر، فبالنسبه لي من الجلوس مع كما قال سي فريد دابا ملي كان يجتمع في المره الاخيره مع هذا كان يستمع، ما كانش تيتناقش ولا شنو غادي نديروا اش دار ليكم، هذا ما كاينش مناقشه، ما كاينش اشياء اللي تخليك يبان لك واحد الامال في بان رفض يتكلم، رفض ربما لان تيستمع وراء القرار ديالو، القرار ديالو واخده هو بقى تيستمع. اذا داك الشيء اللي وقع راه كما تكلم تكلم في قناه الامر محسوم، خص كاس افريقيا تنضم في الوقت ديالها. واش ما كنظنش بان ربما هذا القرار اللي غادي يجي ربما ياثر سلبا على الانديه المغربيه، خصوصا الانديه اللي مشاركه في الاقصائيات الافريقيه؟ اولا الان ما كاين حتى شي قرار، ثانيا الانديه اللي كتشارك في الاقصائيات الافريقيه فما غادي يكون عليها حتى شي حاجه، واخا تيطبقوا حتى الارتيكل 80 ديال عدم رجعيه القانون، حتى غادي يدخل هذا دابا دونك بالنسبه للانديه لا الرجاء لا تطوان لجميع الانديه اللي تشارك في افريقيا فهي ما عندها حتى شي علاقه بهذه المساله هذه وبهذه العقوبات اللي كيتكلموا عليها. كاين الان اللي هو عنده علاقه هو المنتخب الاول بالنسبه لكاس افريقيا، عندنا واحد الملف غادي ندافعوا عليه، عندنا جميع الحجج، عندنا جميع الثبوتات،
ما كان على ما كان اعتقد لا شان لا اولمبيك لا حتى شي حاجه ليكيب ليكيب الا ما داوش منظمه انت تتفرج لا لا حنا كنتكلموا سي بلعيد حنا دابا كنحلوا في البيان ديال لاكاف البيان ديال لاكاف سي عيسى حياتو كيقول لك بانه غادي يلقاو المنظم وانه كاس افريقيا غادي تجرى وبانه المغرب مقصيد حنا كنتكلموا على انه لقاو البلد المنظم هذه مساله مفروغ منها واش ما كتنش سي بلعيد بحكم ان عيسى حياته بقى متشبت بالراي ديالو والا هو مجبر يلقى بلد منظم يعني واش كتخيل الصوره ديال عيسى حياته اللي رفض طلب ديال المغرب وكيقول لك كيتشبت بتنظيم كاس افريقيا الامم في التوقيت ديالها ويجي في التالي ويقول لك لا راه ما بقيتش غادي نضم راه غادي نضمو في ما كنظنش الكلام ديالو في القناه اللي تكلمت عليها في الاول لان دار داك التصريحات قبل ما يتعطى الغد عاد عطاو بان المغرب تيتقسم وهذا ما غينظمش انا بالنسبه ليا بان القول بالقلق البلد اللي غينظم كل ما كانش لقى ما يخرج بهذا القرار هذا بسحب كاس افريقيا للمغرب لان لقى البديل عاد خرج بهذا القرار ما يمكنش ما يخرجش بهذا القرار سي عزيز دابا يقلب على التسرع في اتخاذ القرارات من طرف لاكاف هذا سنشطك الراي اللي قلتي يمكن وضع مساله ديال الشخصيه ديالو او ديال الشخصيات لان بزيت تحدث غير بوحدو دابا اليوم كانوا هما ثلاثه ولاد اللي تيتكلموا الاخرين ما تيتكلموش ما تنعرفهمش شنو الموقف ديالهم ولكن كاين بعض الاعضاء اللي تيبينوا على انهم مضرورين والطريقه باش يتكلموا على المغرب حقا انا كمغربي ما تنقبلهاش المساله تتمس ويمكن تجرح في بعض الاحيان تيظهر لي انا ما عندهمش البديل لحد الساعه ما عندهمش لكوكا كان عندهم البديل كانوا يعني داروا اون فانفار كبيره وبالصداع الكبير انهم لقاو انه هذا في الطينه وغادي يخرجوا شنو قال في هذه العشيه هذه قالوا انه عندهم ولكن هما تيدرسوا شنو بقيت تيدرسوا هما في الاجتماع سالوا ومشاو فحالهم ما تيدرسوا والو لحد الساعه ما عندهمش تيحاولوا وكاين ضغوطات سياسيه يمكن بعض الدول او هما تيحاولوا يوجدوا قنوات سياسيه باش يمكن يضغطوا في منطقه معينه من افريقيا باش تنظم لهم التظاهره ولكن هما الان باقين في بحث انا متاكد على انهم لحد الساعه باقين تيبحثوا على البلد يعني ما كنظنش واش في 2015 بالتاريخ ديال المغرب الكروي وبهذا مازال ما عندناش ممثلين اقوياء اللي عطونا الخبر ويوجدونا قبل ما تخرج القرارات هذه مهمه ولكن اللي قال عزيز هو ان دابا كتنظم شحال بقى لك شهرين دابا طيب دابا اي دوله بغات تنظم كاس افريقيا علاش غتنظمها في بلادها باش ديرها او ربما باش تقضي عيسى حياته وتفك عيسى حياته من هذا الموقف الحرج اللي فيه الجمهور ديالك غادي يجي عندك انت باقي ما موجدش راسك باقي ما مهيئش باقي راه الفرجه كتكون بعدا محليه بالنسبه للبلد المنظم حنا ملي كنا غنظموا كنا كنحلموا كنقولوا بان غنديوها ولا الفينال قالوا الفينال الاقل الا ما درتيش الفرجه لصالح الجمهور ديالك شكون غايجيك الملاعب ملي غتجيب هذا الجمهور اذا ديرها بيزون الجمهور ما تنتظرش خصوصا بعد الدول اللي تنتكلموا عليها الان كنعرفوا المستوى الكروي ديالها بالنسبه للان خصوصا سي بلعيد بان في مباريات ديال كاس افريقيا فالمباريات اللي كيجي لها الجمهور كثير هي المباريات اللي كيكون لعب فيها البلد المنظم البلد المنظم هذه افريقيا احنا عندنا الثقافه علاش قلت لك قبيله الثقافه الكرويه هذه اشكال مطروح جنوب افريقيا مشنا جنوب افريقيا اللي كاين واحد ان تو دو رومبليساج شويه مرتفع بالنسبه للكروي اللي متي نعم وفعلا تبعوا لان عندهم الرياضه هما عندهم الركبي وعندهم رياضه كاين ثقافه ديال الرياضه كاين الفرجه لا الثقافه ديال الفرجه ولا ملاعب المستوى وكتلقى فين تمشي مرافق تاخذ ساندويتش ديالك وتريح مع راسك وتعرض على العائله ديالك الى اخره هذا هو الفرق تما عندهم لو سبيكتاكل يسون انجلو ساكسون هما انجلو ساكسونيين في الثقافه ديالهم ماشي بحال كنت كنشاطر السيد داود الرأي ما كيقول لك ان لو كان عند لو كان البديل لو عرفناه من البلاغ الثاني لان الضغط اللي كيتمارس الان على لاكاف بالنسبه للجانب التجاري والجانب المالي والجانب الاستشهار وداك الشيء كبير بزاف والنرفزه اللي كنلاحظوها بعض المرات في بعض الخرجات كتجي من هذا الضغط هذا لانهم عندهم ضغط كبير كيتمارس عليهم وكيبغيو يخرجوا بواحد الوجه اللي كيبيني انهم راهم ضابطين الامور وهذا دونك وكان البديل كنت انا عليه لكن سمعتي تشرح اليوم ديال عيسى حياته يقول ان في اخر اجل كيعطي نفسه هو الويكاند هو السبت او الاحد او بلو تار لان عرفتي علاش لان اللي قال السيد داود لان كل لقى البلد البديل ما كانش غادي يعطي اجل لا الضغط ديال الوقت راه وكاين زمان تلكم شحال عندهم 5 ايام علاش كيعطي راسو
كيقول الاقل هذا من هذا الويكاند. علاش؟ شنو اللي يضغط عليه لدرجه ديال ان غادي؟ هذا هو اللي كنقول لك ان كنظن ان الان الضغط ديال المستشارين كل شيء كاع الجانب المالي المادي الامر هذا. ما كنظنش بان المستشارين ربما يقدروا ثم ينتظروا واحد 3 شهور ولا 4 شهور في حاله ما كانت ضمانات بان يعني اللقاءات غادي تجرى في ملاعب مملوءه، في الفرجه غادي تكون عوض ما تجرى المباريات امام مدرجات فارغه. كنظن ان المجازفه، وهذه هي الكلمه اللي جاتني، كاين مجازفه ان كبيره فيما يخص هذه الدوره المقبله من كاس افريقيا الامم، لان لو اتخذ بالراي المغربي والموقف المغربي بنوع من تريوت والحسابات كلها، لو ان المغرب موقف مغربي غادي يبان هو اقل ضرر بالنسبه للدوره المقبله. نعم. وبالنسبه لكاس افريقيا الامم ككل على الصوره ديالها ليماج دو مارك ديال لاكان غادي تربح، لان هذا المغرب مطلب لا يتخلى، مطلب لا ربما لاكاف كتجازف بالصوره ديال كاس افريقيا في حال ما عطات هذا الشيء دوله من المجازفه. وكنظن ان هذا نوع من سيتان بياج، هذا واحد البياج اللي تسد على الناس اللي خداو القرارات، واللي كنظن ان الموقف المغربي غادي يتقوى مع مرور الايام. ولو نلقاو بلد بديل، ما كنظنش البلد غادي البديل، وكنعرفوا حنا افريقيا الحاله ديالها الان على مستوى ديال الامل الدول كلها اللي ما كنظنش كاين واحد البديل اللي غادي يعطي الضمانات اللي كيعطي المغرب. نعم. على المستوى التنظيمي، على المستوى التجاري، على المستوى التسويقي ديال لاكان. اكيد كلمه اخيره السيد داود قبل ما نختموا هذا العدد. اللي تنتمنى انا اولا يعني شخصيا يمكن تنتمنى ان هذا المسلسل هذا يسالي خلاص، لان حقيقه مرضنا في عقولنا. من جهه تظاهره كنا تنستناوها تلغات لاسباب قاهره، او طلبنا تاجيلها لاسباب قاهره، تلغات تخدت منا بواحد الطريقه اللي حقيقه حتى ذاك النوع البلاغ اللي تكلم عليه السي بلعيد انا تلقاه تيجرح مستفز المغرب، بحال قاسين في المدرسه ديال الوليدات الصغيورين والاستاذ باش يعاقب واحد التلميذ حيد له شي حاجه وعطى واحد التلميذ اخر وكذا يعني حقيقه هادشي كله ماشي اسلوب ديال التعامل. انا كنت نشوف هذه الكونفدراليه ديال كره القدم في واحد المستوى اخر. انا تنعيش في واحد الكونفدراليه افريقيه حقيقه المستوى اخر صراحه، مستوى اخر، لان تحدثوا لنا مشاكل في الكونفدراليه الافريقيه ديال العاب القوى، ولكن ما عمرها ما طلعت للساحه بهذه الطريقه هذه وبهذا التشدد هذا وبهذه اللهجه هذه. يعني تراو مشاكل كبيره وعويصه والله زين العالم ما عرفها تتحل بواحد الطريقه بواحد اللوينه في اطار واحد حوار في اطار ماشي في اطار التيماتوم. مسابقه العاب القوى الافريقيه واش غادي تبدا تنظم ولا هي غادي تاجل سي داود؟ حنا نظمنا البطوله الافريقيه هذه ماشي وقت بعيد، هذا البطوله المقبله عندنا في شهر افريل. تكلمتوا على هذا الوباء ديال ايبولا في التنظيم اولا تجاهلتوا تماما؟ في ذاك الوقت كانت لي ريكومونداسيون ديال الاو ام اس ماشي هما ديال اليوم. نعم. ولكن كانت المراقبه ديال العدائين وكذا كلهم اللي كانوا كانت مراقبه طبيه مشدده الى اخره، ولكن يعني كانت ما كان الاليرت اللي كانت ماشي ما كانتش بهذه الحده اللي كاينه ديالها. ما كانتش شي مواد اللي تعلنوا على الطوارئ ماشي نفس يعني ماشي نفس الحجم. كلمه اخيره سي مصطفى. ومتاكد كو كانت المساله يعني بالحده اللي كاينه اليوم كانت البطوله الافريقيه تلغى. ونتمنى ان شاء الله. انا قلت في الاول بان يمكن راه نلقاو شي واحد بديل اللي يقوم وينظم كاس افريقيا. نتمنى يكون عزيز داوده ولا فريد على صواب بان باقي ما لقاو حتى شي بلد ويكونوا يتراجعوا في هذا القرار ديالهم. وكما قال سي فريد وسي بلعيد والاخوه اللي موجودين فهاد البلاطو هذا والناس كلها بان المغرب راه مستعد وطلب التاجيل ديالها وماشي الالغاء ديال كاس افريقيا باش نضموا عندنا. كان عندنا امال ونتمنوا ان شاء الله باش هذا الامل هذا يرجع، ونتمنوا بان تكون واحد التريوت ويكون فهاد يومين وثلاث ايام بان ذاك الكوميتي اكزيكيتيف ديال اللي مع السي حياته ياخذوا واحد القرار صائب، لان التاريخ غادي يقيد عليهم وسجل عليهم. والمغرب اللي غيكون هو اللي مضرور لما نظمش كاس افريقيا في البلد ديالنا، نظرا لهذاك الشيء كاع اللي وجدناه وداك الشيء اللي قمنا به، لا من الناحيه الماديه لا البشريه لا التجنيد ديالنا جميعا باش ننظموا كاس افريقيا اللي كانت غتكون بالنسبه لي اجمل كاس افريقيا في التاريخ ديال ديالنا.
خلاصة سي بلعيد لهذا الملف. واضح الأمور واضحة، التأجيل لم يكن أبدا في تاريخ الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والتأسيس ديالها، فمعناه أن بلد منظم سيجينا ولا قال السبت ولا الحد راه عنده سميتو، ولكن التنظيم في إطار هذا الإشكال في شهرين إلى آخره ربما ما غيكونش ذاك الطابع اللي كان يكون لو أن مثلا قبلت أطروحة المغرب. ثانيا أنا ندخل الذي أتمنى وكم تمنينا من أشياء والمحق منا، ولو اللي كنت منه هو أن نجلسوا الدرج شوية المغاربة بيناتنا ونقولوا الكرة راه اقتصاد، الكرة راه ثقافة، الكرة راه تخصص، الكرة راه عندها مواليها إلى آخره، وبهركة من ذاك الخلط بين قطاعات وبين حتى أشخاص وندير واحد الفئة، فئة رياضية كما كاين فئة سياسية وفئة اقتصادية، نديروا فئة كروية اللي ندفعوا بها المناصب القرار، على الأقل تكون عندها الطاقة سلطة القرار أساسية، ولكن تكون هاد الثقافة ديال نكونوا مع هاد المسائل ماشي تجي وندوخو، جات هاد المسائل نكونوا كنعرفوا شنو هي لاكاف، نشوفوا الفونكسيون ديال لاكاف. أنا سأقول لك بأن الكاف راه ما غديوهاش فيها، ولكن من هنا واحد تخيل إقصاء المغرب وعقوبة تنزل على المغرب، راه الكاف ما غتبقاش هي الكاف، لأن راه كاين المغرب والمغرب راه قوة كروية في الأرض، واخا ما كنحققوش نتائج بزاف عندنا دابا، عندك دابا جيل من الشباب اللي خدامين دابا دخلوا الماركتينغ سبورتيف، دخلوا التسيير لا جيستيون مودرن، ولاو كيشوفوا لي ستات تيحلموا مسائل اخرى. المغرب راه تبدل، هذا المغرب راه ربما ماشي مستوى ديال ما تريد تقرره الان لا كاف ولا قررت في النهايه ديال واحد قلتها من البدايه، النهايه ديال 57 88 2014 باقصاء المغرب غتفتح افاق جديده، وربما غتكون بالايجاب على الشباب المغربي وعلى الاطر المغربيه والكفاءات المغربيه. نعم. سي جواد، كان اعتقد بان هذا المسلسل سينتهي قريبا، وتباين في وجهه النظر فهو كان باين من الاول، المغرب يطالب بالتاجيل وبلي قوى قاهره اللي ما كانتش تطور في الملف منذ المرحله الاولى، ما كانتش تطور من الاول. الكاف تصر على انه لا تاجيل، مع لازم يراعيوا الجدم الزمني ديال المستشهرين ديال التلفزيوني ديال الرعاه ديال الجميع. التأجيل كيقولوا بأنه ماشي المغرب ما عندوش الحق يأجل، بالنسبة لهم إيبولا ماشي مرض اللي هو يمكن له يخلق شي كارثة طبيعية، مع أن كما قال سيفريدي البلج بيتر بيوت مكتشف المرض في 1976 كيوصفوا بالكارثة الطبيعية، بحيث كيقول لك يكفي باش ان شينوا ولا ان انديان يجي مع كاين التعاملات التجاريه مع افريقيا، يمشي للهند ولا يمشي ويدخل شي اوبيتال بوبليك تما وتوقع الكارثه، تلمو هذا المرض كيعدي بطريقه سريعه. فامريكا وما ادراك ما امريكا، فطبيب فرات تعدى خذا المرض. اذا هنا المغرب كنظن بانه خدا القرار الصائب، ولكن خصو مادام خدا القرار الصائب خصو يدافع بطريقه اللي تكون هي جيده، لانه جميع عنده جميع الحجج وهذا الدور ديال جميع السبل، وما نبقاوش نهولوا ونقولوا بان المغرب راه غادي يتعاقب بشي طريقه اللي هي ما عرفت شنو هي. المغرب المساله كتعلق في كاس افريقيا، الفريق الاول ما كاين لا فرق وطنيه لا حتى شي حاجه، الفريق الاول، ونبقاو غاديين حتى نشوفوا هاد العقوبه تجيك شحال نتكلموا، واللي غادي يعاقب على حسب البلاغ راه هي اللجنه التنظيميه لكاس افريقيا ماشي هي اللجنه التنفيذيه. سي فريدي، كنظن ان ولو اننا في واحد العدد من المحطات ندبر المشاعر، كنظن ان في هذا الملف هذا سندبر ملف تقني ويجب التجند له تقنيا، وكنظن ان اؤمن بالموقف المغربي واؤمن انه موقف سليم وصالح ليخدم قضيه كره القدم الافريقيه وقضية ديال كأس إفريقيا الأمم. كنظن سندافع عن هذا الموقف إلى 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 نهاية المطاف، وكنتمنى أن 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 في المحطات المقبلة أن يتم التسويق بطريقة أفضل للعرض المغربي فيما يخص كرة القدم الإفريقية على الدوام، على سائر الأيام أن نديروا التسويق، نبيعوا النظرة ديالنا لكرة القدم الإفريقية وكيفاش المغرب يخدم هذه كرة القدم، لأن ما كنظنش كاين بزاف البلدان الدول الإفريقية اللي استثمروا هذه الأموال الباهظة، هذه الأموال الكثيرة في المنشآت الكروية، في الاستعدادات المواعيد الكروية، وفي الخدمة لكرة القدم الإفريقية في نهاية المطاف. نعم.
ديال الكره عندكم انتم اللي غادي تكلفوا بالتسويق ديال الموقف ديال المغرب بخصوص هذا الباب بالضبط. ماشي موقف حكومي فقط، ماشي موقف الوزاره فقط، موقف جميع المتدخلين. يكفي ان تعرف ان الصحفي يعني اعلاميين لاعبين هما الاولين، اعلاميين هما الاولين، اعلاميين هما الاولين. عيسى حياته بغى يدير التواصل مع كيديروا دابا، كيديروا مع فرانسيس. نعم وحنا كاع ما كاينين. يعطيني دابا شي افريقي، صحفي افريقي خدا شي حاجه من عندي. شكرا شكرا سي بلعي، شكرا سي جواد، شكرا سي فريدي، سي مصطفى، شكرا سي عزيز داودة، شكرا على قبول الدعوه. بهذا مشاهدينا ناتي الى ختام مواد هذا العدد، شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه، على امل اللقاء بكم في مواعيد لاحقه في امان الله.